مرحبا بكم أعزائي مشاهدي قناة ديار الفضائية الأكارم، لقائي يتجدد بحضراتكم عبر هذا البرنامج في موعده الثابت عند الساعة 5 من مساء السبت من كل أسبوع على طريق نشر الوعي القانوني والثقافة القانونية في مجتمعنا الكريم. يعلم متابع البرنامج أننا في حلقات يوم السبت، وهذا هو الأسبوع الأول بالسنة الثانية، ونحن نخوض في موضوع تحت عنوان الناس وقانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل، تناولناه خلال العام الماضي بصورة نقدية وبقراءة مواده وشرحها وتوضيحها، وأيضا يعني إيراد مقترحاتنا العملية لتعديل أحكام هذا القانون حيثما وجدنا يعني الضرورة لذلك. في الحلقات الخمسة الماضية، وهذه هي الحلقة السادسة، يعني 43 حلقة قضيناها في تناول الموضوع بالبحث، والحلقات الخمسة الماضية وهذه الحلقة نتناول المقترحات اللي سبق أن طرحناها، نطرحها بشكل مركز، يعني عسى أنه المشرع العراقي والنقاد ويعني كل من له صلة بهذا الموضوع أن تلقى لديهم صدى وتلقى لديهم أذان صاغية في سبيل يعني أن تأخذ مجالها من الدراسة، وإذا وجد الداعي للتعديل تأخذ مجالها إلى التعديل. احنا نطرحها كوجهة نظر، يعني وجهة نظر جاية من الممارسة العملية للمهنة، لمهنة المحاماة، بقراءة يعني الناس، بقراءة حاجاتهم، بقراءة آهاتهم وما يعانون، وخاصة طرفي عقد الزواج وعموم مسائل الأحوال الشخصية، واللي يعني شهدت تبدل خلال الفترة 10 أو 15 سنة الماضية في أحوال المجتمع بشكل كبير، بحيث استدعت إلى أنه يعني نواكب هذا الحال، سواء كان التطور بما نرجو أو بما لا نرجو، بس هو المهم هو تطور في أساليب الحياة، في معالمها، في معاناتها، في مشاكلها. يفترض إحنا أيضا قوانيننا أن تواكب هذا التطور سلبا أو إيجابا في سبيل وضع الحلول اللازمة، خاصة وأنه إحنا ما دعانا إلى هذا إلى 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 تناول الموضوع بهذه الطريقة هو نسب الطلاق المتزايدة التي باتت تؤرق الجميع، ويعني باتت تدق ناقوس الخطر، والإحصائيات يعني بغض النظر عن دقتها، من عدم دقتها، مبالغة ولا ما مبالغة، بس هي الإحصائيات كبيرة في نسب الطلاق. ولذلك احنا يعني كمختصين بالقانون يعني من على الأقل من 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 الاختصاص يعني أن نحاول أن نعدل بالقانون درءا لهذه المخاطر، وتبقى أيضا يعني الدولة لها وظائف أخرى، واجهاتها لها وظائف أخرى في هذا المجال، يعني بالحالة المعاشية، بالحالة الاجتماعية، بعموم يعني جوانب الحياة وجوانب المجتمع لها صلة بهذا الموضوع. احنا اوردنا في الحلقات الخمسة الماضية 11 مقترح، وتوقفنا عند المقترح 12 اللي نقترحه بالبرنامج. اليوم راح نبدأ من هذا المقترح ونواصل في المواد من 23 من هذا القانون مقترحاتنا إلى أن يعني ما يسمح به وقت البرنامج. هواتفنا ستكون مفتوحة أمام حضراتكم وستظهر أسفل الشاشة بعد قليل لاستقبال مكالماتكم والرد على أسئلتكم، سواء تعلقت في موضوع الحلقة أو في أي شأن من شؤون القانون. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج في الثقافة القانونية، معكم المحامي لؤي شوقي السعدي. أنتقل إلى الموضوع. أنا ذكرت أنه إحنا يعني توقفنا عند المقترح 12، والمقترح 12
يتصل أو له صلة بالفقرة الأولى، فقرة واحد من المادة 23 من قانون الأحوال الشخصية، التي تنص أنه تجب النفقة للزوجة من حيث العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها، يعني فد خطين تحت بيت أهلها، إلا إذا طلبها الزوج بالانتقال إلى بيته، أيضا خطين تحت بيته، فامتنعت بغير حق. هذا هو النص. مقترحنا احنا بالتعديل لهذا النص هو انه يعني ماشي العبارة كما هي، تجب النفقة للزوجة من حين العقد الصحيح ولو كانت هي من ولو كانت مقيمة مكان في بيت اهلها، مقيمة خارج دار الزوجية، دار الزوجية المقصود بها دار الزوج يعني اللي راح يعدها، الا اذا طلبها الزوج بالانتقال الى البيت الشرعي بدلا بيته، الى البيت الشرعي، فامتنعت بغير حق. من ذلك يعني من تعديل الثلاث كلمات أربعة ذني، يعني ممكن أن نضمن أنه الزوجة المعقود عليها هي طبعا من نقول في بيت أهلها، هي مو بالضرورة أن تقيم يعني في بيت أهلها، وهذا نص قانوني، يعني النص القانوني المقصد هو المقصد من عنده أنه هي نفقتها على زوجها وهي خارج دار الزوجية إلى أن يطلبها، فإذا طلبها وامتنعت فهذا بحث آخر. هو القصد انه نفقة الزوجة تصبح يعني حتى تصبح دين، يعني مو 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 حق، دين، هو هيك تقول المادة، يعني تصبح دين في ذمة الزوج من تاريخ العقد وهي في بيت اهلها، مثل ما تقول المادة. احنا نقول ليش يعني النص يقول في بيت اهلها، هي قد تكون مو في بيت اهلها، يعني وهذا هذا هذا عنصر مكاني، يعني مو بالضرورة ان تكون في بيت اهلها، يعني ممكن أن تكون في بيت مثلا أحد أشقائها، في أحد شقيقاتها، إحدى شقيقاتها، تكون في مقر إقامتها، في مقر إقامتها المتصل بعملها، تكون في بيت أحد أقاربها من يعني من المحارم. مو بالضرورة يعني مو كل زوجة معقود عليها ممكن أن تكون أو يجب أن تكون في بيت أهلها قبل الزواج. فهذا التحديد المكاني يعني هو القصد من عنده واضح، القصد من عنده انه مو في بيت الزوجية، يعني بعد ما طالبها الى دار الزوجية، فاحنا ليش نحدد بيت اهلها؟ احنا هو هذا مقترحنا، انه في غير دار الزوجية. ومن نقول بيته، مكان بيته، خلينا نقول البيت الشرعي، لذلك سنلزم الزوج بانه يعني يهيئ بيتا شرعيا، يعني وبالتالي نضمن يعني ما المقترح السابق اللي طرحناه في هذا الصدد. عبارة البيت الشرعي اصلا يعني المراد منها الزام الزوج في الدخول بتهيئة، يعني انه يبدأ بتهيئة على الاقل البيت الشرعي اللي هو سيعد شرطا للدخول اذا ارادت الزوجة. طبعا احنا يعني ما ملزمة هي الزوجة، يعني ما ملزم الزوج ولا الزوجة، لكن إذا أرادت الزوجة البيت الشرعي فمن حقها أن بهذه يعني بهذا التعديل اللي نقصده، من حقها للزوجة أن تطلب البيت الشرعي، وإلا لا تنتقل، يعني بعد العقد لا تنتقل إلا بالبيت الشرعي. هو هذا اللي يريده من التعديل. يعني وإذا واحد يقول لك أنه هذا يعني مثل ما يقول ضغط على الزوج، مراعاة لمصلحة الزوجة على حساب الزوج، هذا ما جايبيه إحنا من جيبنا، يعني هذا مو شيء جديد، هذا شيء موجود بالقانون أصلا، يعني هو اللي يدخل بزوجته يصير الدخول وتترك دار الزوجية ويطلبها للمطاوعة لازم هي لها بيت شرعي. زين ليش يعني ليش قبل ما يصير الدخول ما يهيئ لها بيت شرعي؟ ليش بعدين من يطلبها احنا من يعني من نستجيب كقضاء، من نستجيب لطلب الزوج بطلبها الا يهيئ لها بيت شرعي؟ اذا هو ما دام مطلوب من عند البيت الشرعي خليه يكون مطلوب من البدايه، يعني على مود تبدا الاسره بدايه صحيحه
وبالتالي يعني نبعد عنهم المشاكل ونبعد عنهم ما يضعهم أمام القضاء، وبالتالي قد يعني تنتهي الحياة الزوجية بالطلاق أو بالتفريق. بعدين هي الزوجة إذا أرادت ذلك، يعني إحنا ماذا نقول إنهم هي تقدر وضع زوجها، هي تقدر أوضاع المادية أوضاع المعاشية وتشوف يعني إذا بيها مجال أنه تطلب هذا الموضوع هي راح تطلب، وهو راح يكون الزوج أيضا راح يكون ملزم بأنه لأنه هو راح يظل ينفق عليها. يعني هي هاي العبارة، حتى إذا نجي من ناحية مصلحة، يعني من ناحية مصلحة الزوج بما أنه عقد عليها بالمحكمة فهو من تاريخ العقد، وهي طبعا هاي كثير من الناس يجهلون أنه هو من تاريخ العقد راح يبدأ مسؤوليته من تاريخ عقد الزواج أمام المحكمة، هو شرعا حتى أمام رجل الدين يعني من تاريخ العقد قبل الدخول هو يبدأ ملزم بالنفقة عليها، سواء كانت يعني في دار الزوجية أو لم تدخل دار الزوجية هو ملزم بالنفقة عليها نفقة كاملة، نفقتها يعني نفقة مأكل وملبس ومسكن وحتى تطبيب وأجر التطبيق وما إلى ذلك. فيعني على هذا الأساس يعني إحنا ما جايبين شيء من عندنا، وهو راح يظل يعني يصرف ملزم بهذا الصرف إلى أن يطلبها إلى الدخول، يطلبها للدخول. من يطلبها للدخول لازم يكون أيضا مهيئ لها البيت الشرعي، أو لازم يكون مسدد المهر المعجل مالها، ولازم يكون يعني مثلا أيضا يعني ينفق عليها طيلة هذه الفترة. هذه حقوق موجودة الآن، يعني إحنا مو دا نقترحها، هي موجودة الآن بس نريدها بصورة بحيث أنه تصبح من شروط العقد، بحيث أنه اللي يقدم على عقد الزواج يدرس الموضوع هو وذويه، ويدرس مع الموضوع مع خطيبته قبل أن يبدأون بعقد وينتهي العقد بطريقة دراماتيكية ومحزنة، ويكون السبب والضحايا بها هما الأولاد. في نفس الوقت هنا راح تكون ضمانة كبيرة للزوج، يعني أنه نعم أكو اتصال. نعم منو معايا؟ تفضل عباس. ايه عباس تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. شلونك استاذ العزيز؟ يا اهلا بيك، اهلا وسهلا. استاذ عندي اختي جدا مولدتها، نعم، وبالتقدير يعني تخمين مخلين عمرها، يعني نعم. هي صغيرة بس مصغرين عمرها. نعم لا كبيرة، هي يعني مكبرين عمرها بس هي بعدها صغيرة يعني. ها مكبرين عمرها. نعم. 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 يعني هي ايش قد عمرها الحقيقي عباس؟ وهي استاذ العزيز هي يعني شلون اقول لك صغيرة هي، بس مخمين مسويها 61، مسويها مواليد 1961. وهي ايش قد عمرها الحقيقي؟ يعني تقريبا 66. هي 66. زين شنو المشكلة؟ هي مشكلتها يعني هذا عمرها، واحنا يعني جدا والموظف مقدر هاي يسمون ايه؟ العمر مالها. نعم يعني ايه. يعني هذه مسجلة بسجلات النفوس مواليد 61. مسجلة مواليد 61. اذا بهيك حالة يعني اذا انتم تريدون تعالجون، اذا اكو اسباب تدعو الى ذلك وتريدون تعالجون الحالة هذه الخطأ اللي تعتبرها خطأ، بالامكان ان تقيمون دعوة على امين السجل المدني، وتطلبون او هي هنا حاليا يعني كانت قبل اكو دعاوى الاحوال المدنية، بس حاليا تقدمون طلب. بس نصيلي صوت التلفزيون لان يصير عندي صدى، او ابتعد لي عن الهاتف. بعيد. اسمعني من الهاتف، ابتعد عن التلفزيون. زين. نعم. اذا تقدموا طلب للاحوال المدنيه، لمديريه الاحوال المدنيه بالتصحيح، اذا طالبوكم بسند قولوا نطلب عرضها على لجنه طبيه لتقدير عمرها الحقيقي. اذا ما استجابوا ذاك الوقت قرارهم راح يكون خاضع للطعن فيه تمييزا. اللجنه هذه مشكله بكل مديريه احوال مدنيه، يعني انتم طلبكم اذا تريدون تعدلون العمر مالها وتجعلونها مواليد 66، فتطلبون من الاحوال المدنيه اللي انتم عليها، اللي النفوس مالتكم عليها، تطلبون تعديل العمر. وطبعا ها يعني
نفوس الكاظمية هي. نفوس الكاظمية تطلبون من عندهم تعديل العمر وتبينون الأسباب، يعني ليش تقولون تم تسجيلها مثلا، تم تكبير عمرها بهذا الشكل، وإذا إذا احتاجت يعني إذا صار مثلا إذا طلبوا من عندكم إثبات فبالإمكان تقولون لهم حيلوها إلى لجنة طبية لتقدير عمرها السليم، وبالتالي راح تبين. وإذا رفضوا إذا رفضوا بإمكانكم أن تميزون قرارهم. رحم الله والديك، رحم الله والديك، طول عمرك. يا أهلا بيك، أهلا بيك أخ عباس. نعم. إذن نعود إلى موضوعنا. احنا بهذا المقترح راح نكون ايضا يعني هيئنا المجال الى الزوج والزوجة لان يدرسون العقد الزواج قبل ان يقدمون عليه. هذا بالنسبة للمقترح الثاني عشر. المقترح الثالث عشر تنص الفقرة 2 من المادة 23 بانه يعتبر امتناعا بحق ما دام الزوج لم يدفع لها، هذه بالضبط يعني امتناع الزوجة، يصير امتناع الزوجة عن الدخول يعني عن الزفاف عن دخول دار الزوجية، فيعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها أو لم ينفق عليها. يعني إذا زوج متزوجها بعقد بالمحكمة أو حتى إذا خارج المحكمة هو ملزم من تاريخ العقد ملزم بالنفقة عليها، ملزم بأن يسلمها مهرها المعجل بالله، هذا له حينه، له أوانه، أما عند المطالبة والميسرة أو عند أقرب الأجلين الوفاة أو الطلاق. بس بالنسبة للمهر المعجل يفترض أنه يسلم لها مهرها المعجل، ويفترض أنه زوجها من تاريخ عقد الزواج ينفق عليها، فهي امتناعها يكون بحق هنا الزوجة، امتناعها من دخول الزوجية من دخول البيت الشرعي من دخول دار الزوجية راح يكون بحق إذا هو الزوج لم يدفع لها مهرها المعجل ولم ينفق عليها. هذا ما يقوله النص، لكن فات على يعني المشرع الكريم أنه المهر المعجل هو في الغالب الآن هو نظير الآثاث الزوجية، يعني وهو هذا المتعارف عليه، أنه الزوجة تستلم المهر المعجل من زوجها وهي أو هي وزوجها أو أهل زوجها بالاتفاق يبدأون بتأثيث غرفة الزوجية أو دار الزوجية إذا كانت دار، ويشترون المصوغات الذهبية، وبالتالي المهر المعجل هو ما راح تستلمه يعني نقد أو كاش وتضعه في مصرف، إنما هو راح يكون نظير الأثاث الزوجية. نعم أكو اتصال. عبد الله تفضل. عبد الله الو تفضل. عيني عبد الله ممكن نسال المحامي سعيد؟ تفضل تفضل انا معك تفضل. عيني شو صوتك شيء قبالت فيديو غير شيء طاف يعني. تفضل عيني تفضل. عيني يا اخ عبد الله انا السؤال. عيني تفضل. بنتي مطلقه نعم. ماشي نعم. وعندها حضانه على ابنها. نعم ماشي. هسه يطلع جواز لابنها. نعم. فلازم احنا نحصل موافقة زوج، مو صحيح؟ نعم نعم. ما يقبل الزوج، شنو اجراءاتنا؟ هذا حضانة رسمية هي. لازم موافقة الوالد، لازم موافقة ابو الولد على استخراج الجواز. يعني هي ممكن يعني هي مطلقة، طبعا هي مطلقة، ممكن أن تقول أنه أني الحاضنة مالته وتبرز الحضانة للجوازات، لكن مع ذلك هي ممكن أن تمشي له بالمعاملة، لكن لازم تكون بموافقة الزوج، يعني يصرف الجواز السفر إليه بموافقة الزوج، فتستدعي تطلبه يجي أمام الجوازات ويوافق على هذا الموضوع، وبالتالي يصير المسألة عادية يعني ما يراد لها. إذا ما وافق شلون؟ وما جاي يوافق؟ إذا ما وافق الأب على أنه تستخرج إلها جواز، هي جواز دا تريده بشنو دا تريده؟ يعني لغرض السفر بالولد؟ هو بكل الأحوال أخ عبد الله عيني بكل الأحوال هي حتى بالسفر، يعني إذا طلعت له جواز بالسفر لازم موافقة الأب، يعني في كل الأحوال هي موافقة الأب مو بس على الجواز، حتى موافقته على السفر، لأنه هذا الولد إذا كان قاصر
يعني ما المفروض نعم. انه تسافر به بدون علم ابوه، ابوه له حق المشاهده مثلا عليه. افرض هي سافرته بعد ما رجعت، شلون هنا راح يكون الوضع؟ ولذلك تشترط موافقه الاب في استصدار نعم. الجواز وموافقته حتى في السفر، يعني هي حتى من تريد السفر هم راح تشترط موافقه الاب على السفر. شو اذا ما يقبل يجي شلون؟ يعني ليه لازم اكون مبرر ليش ما يجي اذا مثلا اذا هو لا الانتقام لا اذا 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 هيك يعني ومساله انتقام مساله هذه هاي ممكن انه اقامه دعوه بالموضوع ممكن حله ممكن يعني اذا بس مو هي يعني حتى اذا تريد تقيم دعوه شو تقول؟ تقول يمنعه من السفر؟ هو من حقه يمنعه من السفر لانه هذا ابنه، يعني اذا 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 هو دا يسافر مثلا يترك البلاد، بس اذا دا يسافر للعلاج دا يسافر للسياحة وترجع به مثلا هذا امر اخر. هو شلون راح يضمن انه اذا كانت للسياحة او للزيارة او لاي شيء شلون راح يضمن انه راح ترجع به؟ فلذلك ممكن ان تبقي الولد وما تسفره، تبقي يم ابوه في دار اهلها، والى ان لو يقتنع ابوه بالسفر انه يسافر وياها ويرجع، لو ما 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 ممكن يعني انه رغما عنه او 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 تجاوزا اليه، ما يجوز يعني ما يجوز في هذه الحاله. طيب شكرا جزيلا. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. نعم اكو اتصال اخر استاذ مهيمن. نعم سيناء. نعم تفضلي سيناء. ألو سيناء تفضلي. سيناء أسمعك. يمكن انقطع. على كل حاولي تعاودين الاتصال سيناء. نعم وياي سيناء بعدها وياي استاذ مهيمن. الو تفضل. عزيز تفضل اسمك الكريم. عبد الله من بغداد. عبد الله تفضل. عيني عبد الله استاذ انا عندي اعتراض على برنامجك. نعم تفضل. عندي اعتراض. انا خريج قانون 4 سنوات وخلصت محاماه. نعم خلصت محاماه 4 سنوات برنامج اختبار المحاماه كلها نهائيه. اخ عبد الله يعني اخ عبد الله عيني بس 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 يعني اللي اريده من عندك انه تنصيلي صوت التلفزيون لان مدى اسمعك دا يصير عندي صدى. بس يعني نصيلي صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف مراجع او شيء على برنامجك. نعم بعد نهيت حياتي كلها مثل انا واحد من المحامين الشباب يعني بعد ما حد يراجعنا اول كثره البطاله عندنا احنا بالمحامين وهذا. نعم لكن انت حاليا برنامجك هذا قاعد يعني استشارات مجانيه مثل ما تقول بعد احنا اذا نقعد بالبيوت ونقعد المفروض النقابه تلجئ الى هيك شيء. يعني يعني حضرتك استاذ علي حضرتك محامي عبد الله استاذ عبد الله. نعم نعم من بغداد. يا مرحبا بك يعني يا مرحبا بك. هذه البرامج يعني قاعد تطي استشارات قانونيه والعده موقفه ما اروح للمحامي خلاص يعتمد عليك على التلفزيون ويخاطر حضرتك تطي يقول له سوي هيك وهيك 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 وفضلت المفروض ان نقابه المحامين نعم. تحارب هذا الشيء. انا يعني انت تعترض على انه احنا نقدم الاستشاره لمن يطلبها يعني انت قاعد تسوي هيك وهيك بس بعد من تجي للمحامي المقرب ما تجي للمحامي نعم يقابل التلفزيون يطلع رقم التليفون نعم. ويخاورك ويقول لي هذا هيك وهيك انا عنده مشكله بعد انا اذا انا كملت 4 سنوات واشتغلت محامي بعدها هيك راحت اهم ما قاعد اسوي برنامج وهاي استاذ عبد الله عيني لا المفروض نقابه المحامين تلتفت الى هذا البرنامج ولا حدا حضرتك اذا كنت محامي زميل ويا نعم. المفروض نقابه المحامين نعم تشوف اجراء على كل اعتراضك مقبول اعتراضك مقبول ان شاء الله راح نسجل البرنامج ونعرض النقاط للمحامين ونشوف شنو اعتراضك مقبول اعتراضك بس انا هسه اجاوبك نعم يلا مع السلامه تدلل هسه اجاوبك عليه اخ عبد الله عين استاذ عبد الله ارجو اكو اتصال وياي استاذ مهيمن من المتصل
منو المتصل استاذ مهيمن؟ الو علي من البصره. تفضل اخ علي. تفضل. الو الو. تفضل اخ علي. تفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا اخوي. السؤال. تفضل عيني. عندي قرايبي مطلقه طلاق سيء. نعم. عيني. نعم. وياك وياك اسمعك. طلاق سيء وتصدح يوم حضر الطرفين على التصديق. اي الطرفين للتصديق. نعم. وانتهى الموضوع بعدين من يطلع القرار. نعم. اقول يعني من يطلع القرار. نعم. واستر المرافعه اخذ اسوي حضانه للاطفال اطفال هي. نعم. هنا سؤال القاضي يعني يرفعني للباحث او قبل هي مطلقه مصدقه وكذا الباحث لو قبل يسوي مرافعه للحضور للنفقه وال حضانة للأطفال. أقول شلون هذه تفسر لي إياها؟ لا حضانة الأطفال. حضانة الأطفال هذه ما لها علاقة بالطلاق الخلعي اللي صار بالاتفاق. أي الطلاق الخلعي هذا يخص موضوع الزوجية، يخص موضوع التنازل عن حق المهر، المهر المؤجل، المهر المعجل، شوف شنو اللي تبذله الزوجة، شنو اللي يبذله الزوج، شنو اللي يتصافون عليه. هذا الطلاق الخلعي ينهي حياتهم الزوجية، ينهي العلاقة. نعم. الزوجية. بس بالنسبة للحضانة، حضانة. نعم. الأولاد. نعم. حضانة الأولاد هو حق للأم، حق للأم، وبالتالي الأم ممكن أن تطالب بحضانة أولادها، وممكن أن تطالب. نعم. دعوة بأن تسترد الأولاد إذا كانوا عد والدهم وضمهم إلها، وإذا هم عدها ممكن. نعم. أن تصدر حجة حضانة. دعوة حضانة وتأييد حضانة أستاذ. وبعدين ممكن أن تطلب لهم نفقة إذا هم في حضانتها. هي حضانة و... نعم بالضبط حضانة، وحتى أجرة رضاعة إذا كانوا تحت السن العاشرة يعني ممكن أن تطلب لهم يعني أيضا. إذا كانوا صغار ممكن أن تطلب أجرة الرضاعة أيضا. نعم أجرة حضانة هي فقط. نعم. يعني أجرة. نعم. حضانة. نعم. يعني المهم أنه الطلاق الخلعي اللي صار بيناتهم أنهى. نعم. الحياة الزوجية، لكن الأولاد هم من حق. نعم. أمهم. نعم. إلا إذا. نعم. كانت هناك يعني معوقات. نعم. أو أسباب تدعو إلى. نعم. خلاف ذلك. نعم نعم اي والله على هالموضوع يعني فوق. لا السؤال هذا ما يحيلنا قبل للباحث وكذا وقعدون لانه مطلق لو قبل يسوي مرافعه للقضانه والنفقه في الاطفال. اي انتم راح تروحون معناها هسه راح يسوون دعوتي راح تصير دعوه تصديق الطلاق، لانه انت قلت لي خارج المحكمه. صدقنا وقرر القاضي بس من اخذ القرار اخذ نسخه للحضانه يحيلنا بالضبط فعلوا للباحث. اي ما اعرف. اي من تسوي الدعوه مال الحضانه ترفق. نعم. نسخه من 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 قرار تصديق الطلاق. نعم. بالدعوه وتطلب حضانه الاولاد اذا كانوا. نعم. عدها فهي راح تطلب نفقه لهم، واذا. نعم. وتطلب بالحكم بالحضانه لها، واذا. نعم. كانوا. نعم. عد ابوهم تطلب استردادهم. نعم. وضمهم لها. لا اقول قبل يعني يسوي مرافعه لو الحين للباحث الاجتماعي بعد ما له علاقه. لا اهم اكو بحث اجتماعي. بحث اجتماعي ايضا اكو حتى بدعوى الحضانه. على شنو البحث استاذ؟ وهي يريدون يعني على يبحثون في مصلحه المحظون، يعني المحظون وين يكون مثلا مصلحته. هذا حتى ممكن ان يطلعون كشف يعني يتاكدون. نعم. من موضوع انه بيت الام يعني ممكن انه يعني تكون حاضنه لهم او يكون بيت. نعم. الاب هو الافضل. لازم البحث الاجتماعي. نعم. إلى دور كبير في هذا الموضوع. نعم استاذ. نعم. نعم. شكرا استاذ. أهلا بك. يا مرحبا. يا مرحبا. نعم. إذا أرجع لموضوع زميلي الأستاذ عبد الله، أعتقد عبد الله نعم اللي اتصل. يعني مع جل احترامي وتقديري لك أستاذ عبد الله، يعني أنت من قلت أنه من المحامين الشباب، و ويعني هذا الموضوع ان شاء الله من 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 راح تقضي فتره بالمحاماه راح تشوف انه المحامي مو مهنه ساميه، مو مهنه جمع مال فقط، يعني مهنه تسمو. واحنا دائما يعني حتى مو في برنامج يعني على الهواء، حتى في الشارع حتى نستشار ونسال، ولا يمكن انه ان نبخل بالاجابه على من يطلبها. الناس اللي دا يتصلون بالبرنامج يعني لو كانت لديهم الأموال
اللي يذهبون بها إلى مكاتبنا، يجون بها إلى مكاتبنا إلى مكاتب المحامين، كان لجأوا إلى محامي وما اتصلوا على الهواء وطرحوا مشاكلهم وطرحوا أسرارهم. اللي دا يتصل بينا صاحب حق علينا، وهذا البرنامج ما له علاقة لا بالنقابة ولا أنت إذا تريد تروح تراجع النقابة أو هذه نقابتنا ما لها علاقة في هذا الموضوع، بالعكس هي تدعم البرامج اللي تعزز الثقافة القانونية، وهذا برنامج يعنى بالثقافة القانونية وبرنامج من سنة 2005 لحد الآن على هذا المنوال. احنا هدفنا انه نسمو بالثقافة القانونية للمجتمع، نفتح الاتصالات للناس المحتاجين إلها اللي محتاجين للاستشارة، وبالتالي نعتبر خدمتنا إلهم هذه يعني شرف إنه، وبالعكس يعني نسعى إليها ولمرضات الله أولا. وبالتالي أنت كمحامي يعني رزقك، إذا أنت تبحث عن رزقك، رزقك مقدر إلك وموجود وبجهودك، يعني مو بهذه الطريقة، مو إنه تريد تحرم الناس اللي مثلا ما عندهم انه يراجعوك لمكتب او يراجعوك للمحكمة، تحرمهم من انه يحصلون على الاستشارة المطلوبة. اليوم النقابة نفسها وجهات عديدة وحتى مجلس القضاء الاعلى يضع في كل محكمة، اذا انت شايف بالمحاكم يضع اكو جهة تدعم المحتاجين وتقدم لهم المشورة مجانا، ومو بس هاي، حتى تعقب لهم معاملاتهم واحيانا تنتدب لهم المحامين مجانا. يعني هذا امر النقابه نفسها ايضا تعمل على هذا. نقابه المحامين نقابه لكل العراقيين ولها يعني بصمات في هذا المجال، وهي في خدمه الشعب العراقي ككل، وبالتالي هي هاي من اعظم الصفات اللي نفتخر بها، تفتخر بها نقابتنا انه هي للمجتمع كله، وما تبخل على الناس، بالعكس النقابه تدعم يعني توجهي وتوجه غيري من المحامين، من زملائي الإعلاميين اللي يعني يساعدون الناس، وإحنا ما متصلين بأحد، الناس هي إذا تتصل بينا، وبالتالي يعني إذا حتى من ناحية إذا أريد أجي وياك من ناحية مهنة، من ناحية فنية، فمو إحنا اللي دنا نتصل بالعالم، العالم هي إذا تتصل بينا، أما من ناحية الثقافة القانونية فهذا شأن، هذا بالعكس المفروض أنت تفخر بي. يعني احنا كنا همنا انه المجتمع يكون واعي بدرجة كبيرة من الناحية القانونية بحقوق الشخصية، بحقوق العامة، بحقوق السياسية، بكل مجال، وهو المجتمع يرقى ويتطور بهذا الاساس. اللي اتمنى عليك يعني انه تراجع نفسك في هذا الموضوع، واللي مقدر لك واللي ربك كاتبه لك رزق مستحيل أكو أحد يمنعه عنك، وإن شاء الله يعني تكون موفق ويكون رزقك وفير. أعود إلى الموضوع ريثما يأتي اتصال آخر. قلنا فات على المشرع لما هنا المشرع يقول أنه يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها أو لم ينفق عليها. المهر المعجل هو نظير الأثاث الزوجية، هو نظير المصوغات الذهبية، وبالتالي احنا شايفين كنا النماذج نموذج عقد الزواج بالمحكمة دائما ينكتب انه على مهر معجله كذا، اكو فراغ ينمي لي هذا الفراغ مثلا مليون، مليونين، عشرة ملايين، شوف ايش قد، مقبوض وغير مقبوض، مقبوض خط مائل غير مقبوض. فهو دائما اصلا حتى الكاتب المحكمه مال الزواجات دائما يشطب غير مقبوض وتبقى عباره مقبوض. فهي سواء كانت الزوجه قابضه ولا ما قابضه، هو من يروحون للمحكمه ويسوون العقد ويستلمون عقد الزواج راح تكون هي وقعت على انه المهر المعجل مقبوض، في حين هو مو دائما، احنا عندنا بالعرف الاجتماعي مو دائما يعني يكون المبلغ هذا مبلغ المهر المعجل مقبوض فعلا يلا يصير عقد الزواج. ممكن عقد الزواج يصير يعني بخلال اسبوع وتاخذ اشهر بين ما يصير الدخول، او تاخذ حتى سنوات احيانا بين ما يصير الدخول، خلال هاي الفترة يتم التجهيز من المهر المعجل.
وصارت انا عندي يعني واحدة من موكلاتي يعني مهرها كان مهرها المعجل يعني كبير يعني يعني اكثر من تقريبا 20 مليون، ومكتوب مقبوض، وصار بيناتهم خلاف هي وزوجها، ولانه مكتوب مقبوض وهي ما قابضته ما قدرنا نطالب به. يعني حتى اليمين ما تقدر تحلف يمين لانه السند التحريري يقول مقبوض يعني. فلذلك بالنسبه للمشرع الكريم يعني اني راعي هذه هاي المساله، يعني موضوع انه مقبوض او غير مقبوض يعني هذه اما ان انه ما تدخل في كليشه عقد الزواج، ويبقى اثباتها بطرق الاثبات اللي هي يعني معمول بها وفقا لقانون الاثبات ووفقا لقانون الاحوال الشخصيه. والا يعني هو كل مهر معجل راح يكون معناها مقبوض، وهو بالحقيقه انه مو بالضروره ان يكون مقبوض لما تصير مشكله قبل الدخول. فهذا يعني اقتراح انه في نموذج عقد الزواج ترفع هاي كلمه مقبوض. ايضا يعني بالنسبه لما نشهده هسه، لما نشهده من مبالغه في المهور، يعني في سواء في المهر المعجل او في المهر المؤجل. صحيح الناس احرار يعني في ما يطلبون او في ما يكتبون يعني، لكن مثل ما احنا عندنا بالمحاكم دائما عندنا لجنة خبراء تقدر، سواء تقدر النفقة تقدر اي شيء بالحياة الزوجية، احنا ممكن انه نضع سقف او نضع لجنة نضع هيئة تقدر المهور بحسب وضعية المتقدمين. يعني اليوم صارت حتى المهور العالية صارت مثل موضوع انه غيرة واحد يعني يغار من الله واحد. تشوفه انسان فقير وما عنده ومعدم وما عنده عمل وما عنده، ومع ذلك تشوف المهر المعجل ماله 10 والمؤجل 20، وهذا يعني فد ارقام خيالية بعدين راح تصبح مشكلة براس الزوج خاصة، يعني راح تكون مشكلة براسه. وهي أيضا هي لا تحقق يعني حتى لا تحقق للزوجة إذا هو كان إنسان فقير. يعني أنت سواء طلبت من عنده المعقول أو طلبت من عنده غير المعقول، هو إذا كان معدم وفقير لن تحصل منه على شيء. يعني المدين اللي ما عنده يسدد، المدين العاجز هذا ما راح تحصل من عنده مهما كان دينك، انت ما راح تحصل من عنده على شيء يعني. فبالنسبه لاهل الزوجه، لكن الموضوع هو هسه صار مبالغه، يعني صار مثل العدوى، يعني انه عائله تقتدي بعائله اخرى تعتقد انه هذا يرفع من سهم البنت او يرفع من قيمتها او يرفع فيه، وفي حين ما يعني. وهذا حتى بها احاديث نبويه عديده، واذا ردنا ان نتبع سيره الاولياء الصالحين ايضا بنفس الاتجاه. فيا ريت لو اكو لجنه تحدد اقيام المهور سواء المعجل منها او المهر المؤجل. نعم اكو اتصال. علي تفضل. علي السلام عليكم. يا مرحبا بيك، يا يعني وسهلا اخ علي، اهلا بيك. يا مرحبا استاذ، انا مجاهد جامع داوم على جبال مكحول. نعم يا مرحبا بيك، الله يسلمك. وابن استشهد يمي بكتاب حزب الله. الى رحمه الله، الى رحمه الله. يعني دقات ابو البنيه، هو متزوج وعنده بنيه. نعم متزوج، شو مسوي؟ مخلي نفوسه محولها الى محافظ ثانيه ومناقل محافظ من غير محافظ. يعني ابنك زوجها، زوج هاي البنيه استشهد، و أي... ابو البنيه ابو البنيه اي سوى ابو البنيه مستدعي على اساس نفوسه تقرب غير محافظه. نعم يعني اي ومسويها مكمله وخذ كتاب من مختار منطقتنا ومشى. اي زين، اروح كل ما اروح اجيب البنيه كتايه. انت شنو مشكلتك يعني هسه؟ شنو المشكله بالقسام الشرعي؟ بشنو؟ وين القسام الشرعي؟ قسام أي. الشرعي مطلع من غير محافظه. ها طلع القسام لا ما يصير هيك، ما يصير هذا غلط. القسام الشرعي لازم يصدر من منطقه اللي يسكن بها المتوفى. اي خلنا خدمك. نعم خادم ربك. اي الهمسه جايب رايح للمطار المثنى، مطلع شهاده وفاه ثانيه وراي. زين ومش مسوي؟ مخلي نفوسه غير محافظه. زين ومسوي مصدقها ومسويها.
شلون شلون وافقوا له بغير محافظه؟ شلون وافقوا له؟ ما اعرف مستوي من غير ما مستشهد بغير محافظه. زين وانا اسكن كربلاء، شلون يصير هو بغير محافظه؟ زين انت تاكدت انه صدر قسام شرعي؟ اي لقيته عندي موجود. زين القسام الشرعي بيه خطا؟ القسام الشرعي بيه خطا؟ لا ما بيه خطا، لا ما بيه خطا. نعم اذا ما بي اذا ما بي خطا اخ علي عيني، اذا ما بي خطا وبالتالي يعني ما ماكو مشكله، بس اذا بي خطا ممكن نسوي دعوه تصحيح قسام، وممكن تطلب انت تطلب من المحكمه نفسها اللي صدرت القسام بالناصريه او وين بيا مكان، تطلب من عندهم وتقول لهم يابا انه هذا محل اقامته كذا، والمفروض بكربلاء يعني، والمفروض انه يصدر القسام من كربلاء. اي اكو صدى عندي دي سيد. اي زين هاي قضيه ثانيه، مخلي استشهاده نعم. بغير محافظه، مو محافظته، ومطلع شهاده وفاه ثانيه. شلون يطلع شهاده وفاه ثانيه؟ شلون هو شهيد؟ ما أعرف والله لحد هو شهيد وشهاده الوفاه مالته صدرت من مستشفى المطار، قلت لي مطار المثنى. اي انا استلمت بيده، انا اخذت بيده، وانا وديته لاهلي. يعني هم معناها هم هم اخذوا شهاده وفاه من مطار المثنى وراح. اي وحدهم رايحين مسوين باصطه ما ادري شنو ومسوينها وجايبينها. على كل اخ علي عيني انا قلت لك اذا القسام الشرعي بيه خطا فممكن نسوي دعوه تصحيح قسام، اذا القسام الشرعي ما بيه خطا فها هي بعد يعني المهم هو صدر قسام شرعي. يعني هم معناها هم هم ماذا اسمعك؟ اي واثنين اكو شغله ثانيه. نعم مسوين استشهاد، لقيت بس موجوده عندي لقيتها، مسوين استشهاد لغير استشهاد ايش بي؟ مسوي استشهاده مو كربله، مسوي استشهاده بغير محافظ. اي هاي هم ما بيها مشكله، يعني المهم انه هو شهيد، يعني المهم انه هو اي فهي قلت لك هاي مسوي شلون استشهاده هو محافظه كربلاء، شلون سوى استشهاده بغير محافظه؟ هو استشهاده، هو استشهد وين استشهد؟ استشهد على جبال مكحول يمي. استشهد بجبال مكحول بس هو محل اقامته. محل اقامته الله يرحمه، محل اقامته بكربلاء. اسمح لي ايه؟ محل اقامته كربلاء هي. كربلاء اي ومسينا محل اقامته استشهاده بابل الثوره. يعني حتى محل الاستشهاد مسوي خطأ؟ اي والله هذا عندي كتاب موجود عندي ومشتكي على المختار مالتنا ومديه. انت بامكانك بهيك حاله بامكانك انه تسوي دعوه تصحيح قسام امام المحكمه، وبالتالي يبطلون القسام اللي صدر من الناصريه، وتقدر تجي تطلع القسام جديد من محكمه الاحوال الشخصيه بكربلاء. اي 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 والله خاصة إذا كان القسام بخطأ. إذا أنت أبو أمه على قيد الحياة مثلا ما دار أنا أبو مجاهد، داوم على جبل مكحول صالحة أربع نعم. سنوات. نعم 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 نعم. أي أخي العزيز مستغلين وراي ومدينة. ما يخالف تقدر تبطل القسام هذا الصادر من الناصرية، تقدر تراجع المحكمة اللي صدرته وتطلب تصحيحها، وتقدر تطلب ابطاله واصدار القسام من المحكمه اللي يعني تقع ضمن الرقعه الجغرافيه لمحل اقامه الشهيد. نعم هذا صار له اربع سنوات، هذا القسام اربع سنوات. لا لا صار القسام صار له تقريبا صار له ثلاث اشهر. ها ثلاث اشهر. اي وانا الوحده اعطتني ثلاث كتب، اعطتني كتاب للمحكمه وكتاب للنفوذ وكتاب للتقاعد. اي كل زين ما دام انت جبت كتب وسويتين وكملتين كل زين. اذا نسوي دعوه تصحيح قسام وابطل القسام السابق وسوي قسام جديد. هاي القضيه الثانيه اللي مسوين شهاده وفاته ولا يعني مسوين شهاده الوفاه مالته بابل ثوره. يعني اذا مزورين هاي راح يحطون نفسهم في مشكله. يعني انت يعني انا موجود عندي بشتكي على المختار مالتنا واجا وخذ كتاب المختار ومشوا. مو انت هم لا تنسى يعني هذه زوجته هي اذا هي زوجته هي اللي طالبه القسام مشكله هاي. اذا لا مو هي ابوها لقيت اسم ابوها وقدم ابوها ما يصير ابوها ما يصير يكون هو طالب القسام، لازم هي لازم
لازم باسمها مسوي الطلب. اي والله اي والله هاي بعدين هي هي راح تنظر. والله حاضر انت انت زيت حيل. هو ابنك عنده اولاد؟ ابنك عنده اولاد؟ عندنا بنيه وحده كبيك العباس هو عنده بنيه وحده وكل ما تنزل ابني عليهم يجيبونها من عندهم يروح الشايب. خطيه خطيه الله. اي والله وهسه ببيتها تبكي وانا هسه ما عندي غير بس الله وانتم شوفون تشارك هالشغله هاي. لا مثل ما قلت لك عيني روح سوي طلب تصحيح قسام امام المحكمه امام محكمه الناصريه اللي صدروا من عندها القسام سوي طلب تصحيح قسام واما ان تبطل القسام المحكمه تطلب ابطاله من عندهم او انه يصححون كل المعلومات اللي وارده بي. بعدك وياي اخ علي ممكن انقطع الاتصال. أخ علي عيني ما يخالف إذا أنت تعتقد القسام بأخطاء أو القسام بني على أوراق مزورة بإمكانك تراجع المحكمة اللي صدر من عندها القسام وتطلب تصحيح القسام سوي دعوة تصحيح قسام أو تطلب حتى من المحكمة إبطاله ويعني تقيم أو تستصدر قسام جديد من محكمة الأحوال الشخصية بكربلاء. نعم أبو ناصر تفضل. أبو ناصر السلام عليكم. عليكم السلام أبو ناصر يا مرحبا أستاذي العزيز شلونك أخوي؟ يا مرحبا بيك الله يسلمك أغاتي. أنا عندي بس استشارة الله يخليك. أنا فضل. عندي ابن عاق أذاني وأذى عائلته كلها. نعم. واعتدى على ناس من خلال تهديد من خلال الموبايل وتهكير. نعم. وما أعرف من هالشغلات هاي. نعم. وأني طردته من البيت طبعا قدام الشهود وحلفت عليه بأنه أنا بريء منه أمام الله ورسوله وأمام اللي قاعدين. نعم. وهسه اكو جماعه بيجون يهددونه يقولون ابنكم سوى فلان شيء وفلان شيء واحنا نريد من عندكم انه تجيبون لنا كتاب من المحكمه بان انتم فعلا متبرين منه. شنو الحل بهالشغله هاي؟ اكو ينطوني كتاب من المحكمه؟ لا انا طبعا اليوم العصر رحت على مكتب السيد السيستاني بالكاظميه. نعم. واستفسرت من الشيخ وكيل السيد السيستاني فقال لي انت تقعد وياهم وتكتب لهم ورقه وتوقع لهم عليها بأنه أنت بريء من أعماله وأفعاله اللي دا يقوم بيها. نعم. إيه هذا 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 رأي رأي مناسب ورأي سليم. أنت ممكن أنه إذا الناس عندهم مشكلة وياه ممكن أنه تقول لهم يا بقى أنا هذا الولد خارج عن طوعي خارج عن 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 إرادتي ما لي علاقة بي وأنا بريء من أعماله وبريء. بس ما القضية تروح للمحكمة تصدر حكم بالبراءة من ابنك هاي ما موجودة استاذي. هاي هذه كلمة تقال يعني كلمة تقال تقال فرضا تقال هيك قولا. ماكو موضوع ماكو بالقانون ولا بأي قانون لا بقانون الأحوال الشخصية ولا بالقانون المدني ولا بأي تبرئة من ولد أو تبرئة من أب أو من أم أو من يعني هذه مسألة مستحيلة. لا إذا أحد قال لك إياها سابقا فهذه مو سليمة. ماكو يعني ماكو محكمة راح تعطيك شهادة بأنه أنت متبري من ابنك ماكو هيجي. بس أنت بقدر ما أكو مشكلة إذا أكو هو دا يسوي لك مشاكل الناس اللي عندهم مشاكل وياه تقولهم يا بقى أنه هذا الولد بالغ سن الرشد وخارج إرادتي وخارج بيتي وأنتوا بإمكانكم أن تتخذون ما تشاءون إزاءه أو اتجاهه. أنا ما عندي لا سلطة عليه وبريء من أعماله كلها وما راح أحاسبكم على أي شيء تتخذوه ضده وذاك القضاء روح اشتكوا عليه. زين يعني وانت تخلص من المسؤولية بهذه مثل ما يعني نصحوك في مكتب الإمام السيستاني دام ظله. أما الموضوع ما الموضوع تبرئة ما الموضوع تبرئة بحكم محكمة ماكو ترى هيك شيء يعني هذا ما موجود. هو بس اريد استفسر من حضرتك استاذ يعني لا ماكو ماكو هيك مال تبرئه ماكو لانه انا اتبعت قول الله سبحانه وتعالى بسورة الشعراء هي 216 من يقول الله بسم الله الرحمن الرحيم فان عصوك اي فقل اني بريء مما تعملون. بالضبط يعني انت تتبرى من اعماله تتبرى من هذه بس مال تروح للمحكمه وتطلب تعلن البراءه من ابنك وتطلب حكم او اصدار حكم بانه انت بريء من عنده او انت مالك صله به لا ماكو يعني هاي هذه مال نفي النسب واثبات النسب دعاوى لها اصولها هاي مو من ضمنها يعني مالها علاقه ماكو براءة عندنا بالقانون لا بقانون الاحوال الشخصيه ولا بالقانون المدني.
وهم استاذ هم مدى يقتنعون بهذا الكلام؟ ما يقتنعون هذا شأنهم، هذا شأنهم استاذي عيني. قل لهم انه انا هذا الرجل ما لي علاقه به، اعتبروه غريب، انا بريء من اعماله، انا ما لي اي حاجه وياه. ما عندك ابو ناصر وياي؟ اي حبيب الغالي، شلون صحتك؟ يا مرحبا يا مرحبا. اقدر احكي الاستاذ؟ تفضل، اكو متصل اخر، تفضل، اسمك الكريم؟ احمد علي. احمد، تفضل احمد، تفضل عيني. بس عندنا ارث احنا. تفضل. اي عندكم ارث؟ الارث مسوين به قسام شرعي، ما مدخلين اسم ليبيتي بالقسام الشرعي. قسام شرعي، ما مدخلين اسم منو؟ ليبيتي بالقسام الشرعي. زين، وهي على قيد الحياة؟ بيبيتك على قيد الحياة؟ لا، متوفية قبل خالي. اي متوفية. هو المورث منه بهذا القسام اللي ده تقصده؟ منه بيبيتي المتوفية، بيبيتك المورث، بيبيتك. نعم. زين، والورثة منه؟ الورثة خالات وخوالي. زين، وشنو هسه عندك المشكلة بيه؟ شنو المشكلة؟ من سووا قسام شرعي ما خلوا اسم بيبيتي. هي مو هي بدها تقول بيبيتك هي المورثة، شلون ما خلوا اسمها؟ ما خلوا اسمها، هو القالم ما مخلين اسمها، وباعوا الأملاك واسمها ما موجود بالقسام الشرعي. لا لا، بس أخ أحمد عيني، أنت دا تقول قسام شرعي، القسام الشرعي بس قولي منو المتوفى بي، منو المورث، منو المتوفى؟ خالي المتوفى، بيبيتي لها حصة بي، صح لو لا؟ خالك المتوفى يعني. نعم. خالك المورث. نعم. وأمه على قيد الحياة، من مات أمه على قيد الحياة؟ توفت وراء. إذن هي ترث خالك. صح. زين. أي. بس ما مخليها بالقسام الشرعي. ما مخليها بالقسام الشرعي، وبعدين هي توفت. صح. أي بإمكانكم أنتوا ورثتها بإمكانكم أن تقيمون دعوة تصحيح قسام، القسام الغلط، القسام اللي قسام خالك، قسام وفاة خالك، هذا ممكن تصحيحه بأنه يعني عزل أو إفراز الحصة اللي الوالدة، وبالتالي هاي تصير أيضا تركة لبقية الورثة، وبالتالي توفي يعني تأشير وفاة والدته وانتقال التركة منها إلى باقي الورثة. يعني لازم يسوون تصحيح ومناسخة، لازم تبرز القسام، لازم تبرز القسامات كلها وتسوي تطلب تصحيح ومناسخة يعني أمام المحكمة اللي صدرت القسام نفسها. زين، هذه تحتاج انه هاي تحتاج توكل محامي عيني يسوي لكم تصحيح قسام، دعوه تصحيح قسام ومناسخه، وتوفر له كل القسامات اللي صدرت مال الورثه اللي توفوا. زين، واللي املاك انباعت شلون بهالحاله؟ اذا اكو اي مال تصرفوا به تصرف، فانت ممكن ان تبطلون التصرفات اللي صارت، ممكن ابطالها. انت اولا اكو املاك انباعت يعني. إذا حتى لو انباعت تقيم دعوه ابطال التصرف، وذاك الوقت اللي هو اللي مثلا كسب من هذا الموضوع او يعني حقق مصلحه على هذا الموضوع، هو مضطر الى انه لو يعوضك على مود تترك المطالبه، لو يعني انه راح ينضر، بالتالي راح يرجع كل شيء الى ما كان عليه. ممكن ابطال التصرف هذا، ابطال يعني نقل يعني الملكيه، يعني ابطال البيع. طبعا بالنتيجه ابطال البيع، اي شيء. انت اذا صدر قسام شرعي جديد وصار نعم. صارت وقائع جديده، فبالتالي انه نعم. كل التصرفات اللي مخالفه لهذا الموضوع كلها راح تبطل كلها، بس لازم تقيمون دعاوى بها. فعند ذاك يعني ممكن ان تتفق مع اصحاب الشأن، وبالتالي انه يعطوك مثلا حقك او يعطون حق المتضرر، ويتم تسوية الأمر. أنا أشكرك ورحمة الله. يا مرحبا بيك، أهلا وسهلا. نعم، إذن نعود إلى الموضوع. إحنا مقترحنا قلنا أنه حتى موضوع المغالاة في عقود الزواج في المهور يعني
ممكن علاجها من خلال لجنة توضع لهذا الغرض أو تشكل لهذا الغرض في كل محكمة، في كل محكمة استئناف، يعني بما يجده مجلس القضاء الأعلى الموقر. عندنا المقترح الرابع عشر يتعلق بنص الفقرة واحد من المادة 24 اللي تنص أنه تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة من وقت امتناعه عن الإنفاق عليها. والنص المذكور طبعا هذا النص اجى بموجب التعديل السادس عشر للقانون رقم 19 لسنة 99، يعني هذا ما كان موجود في أصل القانون سنة 59. هذا حصر النفقة الماضية، يعني هذا النص حصر النفقة الماضية بما لا يزيد على سنة. يعني الزوجة إذا مثلا تركت الدار الزوجية وطلبت النفقة الماضية مالتها، أو بعدها ما دخلت دار الزوجية وطلبت النفقة الماضية مالتها، ما لها حق تطلب إلا لمدة سنة إلى الوراء، يعني من تاريخ المطالبة سنة إلى الخلف تطلب فقط سنة. إذا هي سنتين ثلاثة إلها ما تطلب، هذا ما لها حق بطلب ما زاد عن ذلك. إحنا مقترحنا أن يكون استحقاق النفقة الماضية من تاريخ الترك أو من تاريخ العقد، وهذا موضوع أنه سنة ما لها مبرر أصلا، يعني هو هذا اللي نطلب الغاءه، يعني أنه إحنا ليش ده نحدد حق الزوجة بالنفقة بمدة سنة؟ يعني شنو الغرض؟ هي ما دام هي تستحق النفقة من تاريخ العقد وتستحق النفقة من تاريخ ترك دار الزوجية، فمن تاريخ عدم الإنفاق عليها، يعني ليش ده نخلي النفقة الماضية مالتها لمدة سنة فقط؟ يعني لأنه هي مثلا ما طالبت، إذا هي ما طالبت يجوز ما طالبت مثلا، بالعكس تكون هي تراعي مثلا تراعي زوجها، تراعي الظروف، ما تريد مثلا يعني تكبر سعة الخلاف والمشاكل، فهل نكافئها يعني أنه نحرمها من هذه النفقة؟ يعني أمر مو منطقي ولا مبرر له. والمفروض يعني هو مقترحنا أنه يكون استحقاق النفقة من تاريخ الترك أو من تاريخ العقد، وهذا الموضوع حتى راح يخلي الزوج يعني يسرع في موضوع أنه بين الفترة هي بين العقد وبين الزفاف، وهو هاي الفترة كل مدى طول كل مدى تسبب مشاكل، يعني هي يفترض أن تكون هاي الفترة بأقل ما يمكن. هو أصلا حتى القانون نفسه أعطى سنتين، يعني سنتين مدة إذا ما طلبها الزوج للدخول فبإمكانها أن تطلب التفريق قبل الدخول للزوجة. يعني الأمر أنه إحنا لا نعطي للزوج، يعني بهذه الحالة راح نعطيه شانس نخليه يأجل في موضوع الزفاف في موضوع الدخول، في حين أنه هذا أمر ليس بالحسن، يعني وقد يعني يعود على الحياة الزوجية بالفشل قبل أن تبدأ. لذلك يعني كل ما هذه الحقوق كل ما تكون مقدمة، يعني وكل ما تكون مرتبة يكون النتائج أفضل. النفقة الماضية حتى اللي تحكم بها المحاكم، يعني وهذا من صعيد الواقع احنا نعرفه، هي أقل من المستمرة. يعني هسه احنا من نطلب نفقة ماضية دائما إذا يحكم للنفقة الماضية الخبراء إذا رادوا يقدرون النفقة المستمرة 150 فيقدرون النفقة الماضية ب 75 أو 100 بالزايد. يعني هي دائما هي النفقة الماضية هي دين أصلا، وهذه لا تستقطع بالكامل، تستقطع بالأقساط بالتقسيط، فإحنا ليش دن نلغيها أصلا، يعني أو ليش دن نحددها بسنة؟ ليش ما نعطيها للزوجة الحق في المطالبة بها كلها، وهي بالتالي هي دين في ذمة الزوج، يعني وبالتالي هي ما راح تستقطع منه بنفس النسبة اللي تستقطع النفقة المستمرة. هذا هو المقترح الرابع عشر. المقترح الخامس عشر تنص الفقرة واحد من المادة 25، يعني انتقلنا إلى مادة جديدة هي المادة 25، أنه لا نفقة للزوجة في الأحوال التالية. هذا نص يعني أنه لا نفقة للزوجة في الأحوال التالية: أليف، إذا تركت بيت زوجها بلا إذن وبغير وجه شرعي. باء، إذا حبست عن جريمة أو دين.
جيم إذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي. إحنا هنا مقترحنا على هذه على هذه الفقرة على الفقرة واحدة من المادة 25، هاي كلها فقرة واحدة فيها بنود أليف وباء وجيم. بالنسبة للفقرة للبند أليف من الفقرة واحد إحنا نجده زائدا ومبهما، هذا اللي يقول إذا تركت بيت الزوجية بلا إذن وبغير وجه شرعي، هو مبهم من جهة وزائد من جهة. وأصلا هسه يعني حتى حاليا إحنا حتى من نطلب هذا الطلب المحكمة تهمله يعني، وهو مخالف لنص المادة 23 فقرة واحد من نفس القانون، قانون الأحوال الشخصية، ومخالف للمادة 24 فقرة واحد أيضا. النفقة هي واجبة من ساعة العقد، من ساعة عقد الزواج، وهي تصبح دين في ذمة الزوج، وبالتالي عليه أساس أنه لا نفقة إذا تركت دار الزوجية بلا إذن. ومنين تستحصل الإذن؟ هي الزوجة منين تستحصل الإذن؟ إذا هي في مشكلة، إذا هي تركت دار الزوجية نتيجة خصام أو 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 نزاع، أو شلون راح تطلب الإذن؟ يعني من يعني تطلب الإذن؟ هاي مقترحنا أنه هاي الفقرة تلغى. إحنا توقفنا إيسا بعد هذا، يحتاج إلى بحث وتفصيل آخر. وقت البرنامج انتهى، حتى يحين موعد لقائنا السبت المقبل. أترككم بحفظ الله ورعايته، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر البرنامج.